حتى اللي رباه وعلمه وكبره وخلاه معلم ما سلمش من ايده. ياه انت شايل منه قوي يا ابو سيمو. ضربة الضنب موت يا نوح. واحنا ايش ضمننا بقى انك مش طبخها سوا سوا انت وخميس عشان تيجوا تاكلوها لنا بالهنا والشفاء؟ ما تفهم ابنك يا معلم ان الكلام ده مش في كارنا ولا في عرفنا، وان مجيئتي ليك هنا دي اكبر ضمان. بس اعرف الاول انت ناوي على ايه؟ النية باينه والكلام مفسر بعضه يا معلم. يعني انت عاوز تحط ايدك في ايدي؟ بشرط يا معلم. ايوه شرط ايه بقى يا معلم ابو سنه؟ اسمعوا، انا سبت خميس لما الشيطان لعب بدماغه وزحني بعيد، وعشان احط ايدي في ايدك لازم ابقى في مكاني اعلم راس براس انوح. استبينا؟ استبينا. تعال جنبي. انت بتقول ايه؟ اللي سمعتيه دي يا ماما ده لو عايزانا نفضل مع بعض. انت عايزني افوت حته منك جواه؟ ده الحل الوحيد للمصيبه اللي احنا فيها دلوقتي. مصيبه؟ طبعا مصيبة. خلفة زي دي وفي ظروف اللي أنا فيها يبقى اسمها إيه؟ أنا مراتك يا خميس. إحنا كاتبين ورق ولا تنسيت؟ أنا ما بتلويش دراعي بالورقة يا رمانة، والورقة دي ممكن أكون أوي ضيعتها في حتة ونسيت. أنت بتبيعني؟ أمال راح فين الحب؟ أنا بحبك يا رمانة، بحبك. أمال الورقتين اللي إحنا كاتبينهم دول إيه؟ أنت عبيطة؟ أنا الدنيا عكة معايا أوي يا رمانة، عكة أوي، محدش حاسس بيا. أنا داخل على عتب الدنيا تانية خالص، وما ينفعش حفرة تانية أغرس فيها. لازم أنا أحرص يا رمانة، وكمان ما ينفعش عادي الباشا دلوقتي. المصالح بتتحكم فينا. المصالح؟ بعد كل اللي عملته عشانك، والسنين اللي استنيتك فيها، والدنيا بحالها اللي عادتها لأجل خاطرك، ما سواش عندك مصلحة؟ ما تحسبهاش كده يا رمانة. امال احسبها ازاي يا خميس؟ احسبيها زي كل الناس لو بتحسبها. الله، جو الحب والحوارات دي ما بقتش تنفع الايام دي. خدت جنب ووسعت سكه لحاجات تانيه اهم بكتير، حاجات بيتحكم فيها المصالح. انا فاضل لي تكه يا رمانه، تكه، وابقى كبير السوق واملك السوق كله في ايدي، وعمري ما هسمح لاي حاجه مهما كانت انها تعطلني. ياه انت اتغيرت قوي يا خميس. الطمع عماك، خلاك مش شايف الا روحك في عيون الخلق. قلبك اللي كان يساعد الدنيا بقى قد خرم نبر، لدرجه انه خنقك وخنق كل حاجه حلوه فيك. رمان انا ماليش في جو الحوارات المكعبينه ده. العيل احنا ممكن نجيبه في اي وقت تاني، نجيبه الموسم الجاي او الموسم اللي بعده براحتنا، عندنا العمر. انما الفرصه ما تجيش الا مره واحده، ويوم ما تيجي لازم اقفش فيها. الفرصه ولا ابنك يا خميس؟ على قد ما كنت فرحانه بيه، على قد ما كرهته دلوقتي، وكرهتك وكرهت نفسي اللي متشعلقه بيك. سيبني يا خميس، سيبني وروح لحالك، روح للسوق اللي بقيت كبيره،
روح للناس اللي مرمية تحت رجلك، روح للدنيا اللي عايز تملكها، وسيبني أنا لوحدي ألم نفسي في ركن ضلمة بعيد عنك. الحقي نصيبة نصيبة. مالك يا ولية على الصبح؟ خبطت على المعلم أبو سنة عشان أقول إنك عزازة زي ما أمرتيني، محدش رد. يمكن لسه نايمين. نايمين إيه يا حاجة؟ ما أنا رحت فاتحة الباب ورحت داخلة، ما لقيتش حد خالص في الأوضة، ولقيت الدواليب كلها فاضية زي ما يكونوا هجوا. إيه؟ هجوا؟ فتح علي مرزا يا كريم، انت سمعت ايه بالظبط؟ اللي اسمها شرابيه دي صوتها كان عالي قوي. عماله تنادي على الحاجه وتقولها مصيبه مصيبه، بس انا مش عارفه في ايه، وجرس البيت كان عمال يرن، الظاهر ان في حد قاعد مع الحاجه تحت. ايه جو الافلام ده على الصبح؟ طب انا هنزل اشوف في ايه. وزي ما سعادتك شايف، نتيجة التحريات متحدد فيها أوكار جديدة، والمشكلة إن زباين الترامادول هم نفسهم نفس زباين الهيروين وبيزيدوا بشكل مخيف. وده اللي أنا كنت خايف منه علي وعامل حسابه. ده إيه ده؟ أماكن من الشرق ومن الغرب وفوق وتحت، إحنا هنلاحق على إيه ولا إيه؟ بيئات مختلفة وتجمعات غريبة، الزمالك والمهندسين والدويقة ومساكن الزلزال وغيرها وغيرها. واضح ان انا لازم اكرر المحاوله مره تانيه. محاوله ايه سعادتك؟ محاوله اللي كنت بداتها وللاسف ما كملتش، كان نفسي تجيب نتيجه. مع مين؟ قول لي علي. الواد مغاور رجع من الاجازه ولا لسه؟ وسلم عهدته واتكل على الله ولبس الملكي. ايه ده؟ خلص تجنيده؟ يا باشا الايام بتجري. طب اسمع يا علي، تعد وتغطس تجيب لي مغاور في العنوان ده الساعه 5. تمام ساعتك. خد ياخد عدوينك يا ست الكل. الكلام ده ولا يخش نافوخي بنكلة. نكلة شو دي حية ولسانها تلف حوالين رقبتها وتحزم بيه وسطها، هتلاقي اللي هجت وهو اللي بيدور عليها. بس لازم نحرس يا قميص. لا يا أما لا، الخيل ما يعملهاش. خالك بيلطش بقاله مدة، واللي يخليه يهج ويشك فيك يخليه يروح للنوح برجليه. هو مين اللي خلاه يهج ويشك فيا؟ مش هي الحية اللي انت بحذراني منها بعتم لسانك؟ لو هي اللي هجت يبقى خير وبركة، لكن لو سمع كلامها وفاتنا يبقى حفر قبره برجليه. لا مؤاخذة يا فندينا، لا مؤاخذة يا ست الحاجة. في أزوز. هنا من البيت؟ وده إيه اللي جابه؟ هو مين يا خميس؟ معقول؟
كلام ما يخشش دماغ عيل صغير. وانا بيني وبينك مش مصدق الكلام ده برضو قوي، بس الغريبة ان ابويا مطمن له. معقولة العيلة دي تقع في بعض بالسرعة دي؟ هو من ناحية يقعوا في بعض فهم يقعوا في بعض وياكلوا بعض عشان خاطر قرش.